الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اخواني واخواتي ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات في الكويت وخارجها اهلا وسهلا بكم مع حلقات برنامجكم قدوات من بلدي والذي نستعرض من خلاله لله الحمد القدوات الحسنة التي نلفت النظر اليها في وقت ضاعت فيها البوصله مع الاسف من بعض شبابنا الذين اصبحوا يقتدون بقدوات ليست هي الاولى من خارج المجتمع الاولى هم اجيالنا من ابائنا واجدادنا في كويت الماضي الذين تمثلت من خلال مواقفهم ماثره جميله وقدوات حسنه نقف في حلقه اليوم مع التاجر خالد عبد اللطيف الحمد وهو مثال للكفاح وتحمل المسؤوليه لبناء الذات. تحدثنا في حلقات سابقه عن قيمه الكفاح والاعتماد على النفس وكيف حثنا ديننا الاسلامي الحنيف على بذل الاسباب والمثابره والسعي على الرزق، ورغب في ذلك لما فيه من فضائل جمه. نذكر منها اكرام النفس وعفتها وعن عن سؤال الناس، بالاضافه الى كفايه من تعولهم من ابناء واسره ووالدين. هذا فضلا عن تعدي هذا الخير الى الغير عن طريق الانفاق والاحسان في اوجه البر المختلفه من زكاه وصدقات فعن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله والظاهر من الحديث الشريف ان الافضليه افضليه الانفاق والاحسان والجود والتعفف والاحاديث في هذا الباب كثيره متعدده وكلها تحث على الاعتماد على النفس وبذل الاسباب في سبيل تحقيق الطموحات والكسب الحلال والتعفف عن سؤال الناس وقد ضرب اهل الكويت الكرام اروع الامثله في الاعتماد على النفس لبناء الذات والكفاح في سبيل الكسب الحلال الطيب وتوضح هذه القصة الواقعية مثالا ونموذجا لصاحبها التاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه الله وتبين قيمة الاعتماد على النفس والكفاح من أجل بناء الذات وتحقيق الطموحات بدأت قصة هذا الكفاح ورحلة العمل مع التاجر خالد العبد اللطيف الحمد رحمه الله تعالى منذ وصل أرض الكويت حيث توجه الى صديق والده السيد محمد الصبيح رحمه الله تعالى وكان بيته يقع في منطقه القبله فاقام عنده نحو 12 يوما وقد ساعد محمد الصبيح التاجر خالد الحمد في تامين السكن ولقمه العيش الحلال اذ وفر له فرصه عمل زاولها لمده سته اشهر ثم انتقل بعد ذلك للعمل عند عائله الصقر ويروي التاجر خالد الحمد ذكرياته عن هذه الايام فيقول: كنت اخرج كل يوم ابحث عن عمل لي اكسب منه اي مال وقد اخبروني عن شخص اسمه عبد السلام من جماعه احمد مدوه وكان لديه دكان فيه عيش وشعير وقال انه يريد ان اعمل لديه مقابل ثلث الربح ويأخذ هو الثلثين فوافقت ومكثت في هذا العمل نحو سته اشهر. ثم تركته لأنني لم أجد فيه فائدة، وأخبرت محمد الصبيح بالبحث لي عن عمل آخر، وبالفعل التحقت بالعمل عند عائلة الصقر كمسؤول عن مخازن الشعير والتمر والأخشاب، وهكذا تعلم المرحوم خالد الحمد أصول التجارة من خلال عمله لدى عائلة الصقر، وبعد أن تعمقت خبراته واتسعت تجاربه. وازدادت حنكته طلب منه ال الصقر السفر الى اليمن وهناك نهض خالد الحمد باعمال التجاره المطلوبه منه وكيلا عن عائله الصقر بهمه وكفاءه واخلاص وتفاني. وهنا بدات قصه الكفاح الحقيقيه للتاجر خالد العبد اللطيف الحمد وبدايه الاعتماد على الذات وحان الوقت لان يضع قدميه على عتبات مجده الخاص. فبعد ان امضى سنوات في عمله لدى اسره الصقر واسعفته تجربته وخبراته العمليه والتجاريه اجتمع يوما باخيه يوسف شقيق خالد الحمد وقال له لقد وفقنا الله تعالى في العمل لدى عائله الصقر وقمنا بواجبنا والحمد لله على اكمل وجه وحان الوقت بان نبدا تجارتنا وان نعتمد على انفسنا فعندنا كل ما يحتاجه التجار من مقومات واساسيات العمل. واصبحت لدينا ولله الحمد شبكه علاقات واسعه مع عموم مع عموم الناس من ناحيه ومع المسؤولين من ناحيه اخرى. فلنبدا على بركه الله يا يوسف. انا استقر في عدن وانت تذهب الى الهند ونبتغي في ذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى والسعي على الرزق الحلال. فوافقه اخوه يوسف وبداوا معا مسيرتهم التجاريه وكفاحهم الشخصي لتحمل المسؤوليه وبناء الذات فكان خالد الحمد يجلب التمر من العراق ويبيعه للحجيج او يقاضيهم باقمشه واتسعت تجارته تجري تدريجيا فاشترى بساتين نخل في العراق ليسد حاجه الاسواق المفتوحه على مصراعيها لتجارته عبر مكاتبه في عدن والهند والصومال وتدريجيا امتدت اوجه نشاطه التجاري رحمه الله الى البن حيث كان يقوم بتصديره حتى صار واحدا من كبار تجار البن ثم عمل في السجاد فكان يستورد من ايران وكان يستغل كثره العابرين من ميناء اليمن لتصريف هذا السجاد من ذلك المنفذ البحري الحيوي واقام يوسف الحمد بمدينه كاي تاروان الهنديه للاشراف على تزويد الاسواق المتراميه الاطراف بسائر انواع التوابل التي تجد رواجا كبيرا في الهند وتوسعت تجاره خالد الحمد رحمه الله واتسعت ثروته وبارك الله له فيها وبعد ان قضى خالد الحمد شطرا كبيرا من حياته متنقلا بين الكويت واليمن والحجاز والصومال والحبشه عاوده الحنين الى ارض الوطن فقرر العوده الى الكويت نهائيا والاقامه بها وكان ذلك في بدايه العقد الثالث من القرن العشرين وهكذا ضرب لنا التاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه الله نموذجا يحتذى به في الكفاح والجد والمثابره وبذل الاسباب في سبيل الوصول الى النجاح وتحقيق الطموحات والامال وهكذا كان اهل الكويت من ابناء هذا الجيل المبارك لا يعرفون الياس ولا يتسلل الاستسلام الى قلوبهم البته بل كانت قلوبهم مليئه ثقه بالله سبحانه وتعالى انه لن يخيب ظنهم ولن يضيع اجتهادهم فاعتمدوا عليه سبحانه وتعالى وبذلوا الاسباب وبادروا واجتهدوا فكان النجاح حليفهم ولله الحمد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى نصيبهم رحمهم الله جميعا رحمه واسعه واسكنهم فسيح جناته واعاننا على الاقتداء بهم في هذا السياق سياق القدوات الجميلة من بلدي نقف هنا اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات الكرام لنلتقي بعد الفاصل ان شاء الله مع قدوة وقدوات جديدة من اهل الكويت في كويت الماضي والحمد لله رب العالمين إخواني وأخواتي المشاهدين الكرام عدنا والعود أحمد تحدثنا قبل الفاصل عن مثال رائع وقدوة حسنة من قدوات أهل الكويت في كويت الماضي نقف اليوم مع قدوة جديدة وهو التاجر النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان وهو مثال رائع للفراسة العجيبة التي ميزت التاجر الكويتي حيث برع العرب المسلمون في العديد من العلوم كالطب والهندسه والفلك والحساب وغيرها من العلوم المهمه في حياه الفرد والمجتمع ومن اهم العلوم التي ازدهرت في العصر الذهبي الاسلامي علم الفراسه حيث برع المسلمون الاوائل فيه ورويت فيه الروايات والقصص العجيبه وسطرت فيه الكتب التي تدل بما لا يدع مجالا للشك على تفوق العرب المسلمين في هذا العلم وتعرف الفراسة على وتعرف أيضا أنها المهارة التي تعرف, تعرف فيها بواطن الأمور من ظواهرها أما عن الفراسة في القرآن الكريم فقد في, وقد ورد في تفسير قوله تعالى إن في ذلك لآيات لا للمتوسمين أنه ذكر فيها عدد من أهل العلم ومنهم مجاهد رحمه الله في هذه الايه قوله عن اهل الفراسه وهم المتفرسون وقد تميز اهل الكويت الكرام بالفراسه ومعرفه الناس والحكم عليهم وهناك العديد من الامثله التي وصلت الينا وتواترت احداثها تدل على ذلك وتروي قصص الفراسه لاهل الكويت بصفه عامه ولتجار الكويت بصفه خاصه ومن هذه القصص تلك القصص الواقعية عن التاجر والنوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان رحمه الله والتي وردت في كتاب النوخذة عبد, عبد الوهاب عبد العزيز العثمان ريادة عائلة وتميز إنسان الذي تشرفت بتأليفه وفيها أن النوخذة عبد الوهاب العثمان رحمه الله تعالى ذهب بصحبة عبد الرزاق الياقوت رحمه الله إلى منطقة المعامر في ساحل ايران المقارب لشط العرب لكي يتفقد سفينته وهي تحمل التمور من هناك الى الهند وافريقيا وقد كان نوخذ السفينه هو النوخذ عبد الله اسماعيل ابراهيم رحمه الله تعالى فساله النوخذ عبد الوهاب عن تحميل التمر ومحاسبته تجار المنطقه من صفقات التمور وقد كان لتجار التمور هناك وكلاء يمثل كل منهم وسيطا لبيع التمر يسمى مختار فقال النوخذ عبد الله اسماعيل ابراهيم لصاحب السفينه النوخذ عبد الوهاب العثمان انني اتعامل مع المختار حنظل والمختار سليمان كوكيلين لبيع التمر لصالح التجار مقابل أجرة محددة سلفا من أولئك التجار وقد قدر الله تعالى أن يكون المختار حنظل احد الوكيلين موجودا يومها على ظهر السفينه او قربها خلال التحميل فلمحه المرحوم النوخذه عبد الوهاب العثمان مجرد لمحه من بعيد وقد كانت هذه اللمحه العابره ويا سبحان الله هي اول مره يلتقي فيها النوخذه عبد الوهاب العثمان بذلك المختار دون ان ينبس احدهما ببنت شفه أي دون أن يتكلم أحد منهما بأي كلمة على وجه الإطلاق ولكن وسبحان الله العظيم كانت هذه النظرة العابرة كافية بالنسبة للمرحوم عبد الوهاب العثمان رحمه الله لكي يتفرس في وجهه فيحذر منه مباشرة ويقول للنوخذ عبد الله إسماعيل اجتنب هذا المختار حنظل فإنه كذاب وهكذا وبكل ثقة وكأنه قد عرفه من عن قرب فلما ساله النوخذه عبد الله اسماعيل عن السبب رد بكل ثقه قائلا عيونه تقول انه حرامي لا تتردد في تصديق كلامي ثم قال لا يا فقال لا يا عبد الله انت نوخذه ولازم تعرف قبلي هؤلاء الرجال ثم يستانف النوخذه عبد الله اسماعيل ذهبت لشاني فاخذت في تحميل التمر ومواصله الاستعداد للرحيل وذهبت ظهر الغد للمختار سليمان الذي دعاني لتناول وجبه الغداء عنده. ودار الحديث بين الحاضرين عن احوال سوق التمر فاشتكى احد الفلاليح اي الفلاحين للمختار سليمان الناس يشتكون من الشيخ حنظل فرد الجالسين بطرف المجلس احد الجالسين دون ان ينتبه لوجودي اي عبد الله اسماعيل ولعلاقتي التجاريه المباشره معه. فقال باللهجة العراقية يا با الشيخ حنظل ما حاسب الحق بيده لأنه أساسا حرامي فقلت في نفسي سبحان الله العظيم الذي ألهم النوخذة عبد الوهاب العثمان فراسة عظيمة عرف بها الحرام من نظرة عينيه فلما عدنا إلى الكويت أبلغته بصدق فراسته فرد على الفور وكله مزيد من الثقة يا عبد الله هل عندك شك في ذلك؟ ومن عجيب فراسته كذلك ما يرويه النوخذ عبد الله اسماعيل ابراهيم ايضا انه شاهده بنفسه عندما زار النوخذ عبد الوهاب العثمان وهو يستعد للرحيل من الكويت في احد طرشاته اي سفراته فساله من الذي ضم هذا البحار؟ اشار الى احد البحاره فقال له عبد الله لعله المجدم فلان وكانت العادة في مواسم السفر أن يعهد إلى المجدمي وهو قائد طاقم السفينة وهو بمثابة رئيس البحارة أن ينتقي من يشاء ويرشح من يراه مناسبا لتكوين طاقم السفينة بحكم خبرته وسؤاله عن أحوال البحارة ومهارتهم فقال النخذ عبد الوهاب اتركوه هذا ما يصلح لكم هكذا بدون مقدمات فلم أتردد هذه المرة بقبول كلامه لأنه قد يرى ما لا أرى بفراسته ولكنني استدركت قائلا له ولكن يا أبو عثمان أعطينا السلف ولا يزال في ذمته لنا فقال الله يعوضكم خير اتركوه ويستأنف النوخذة عبد الله إسماعيل فامتثلت للأمر وتنازلت عن السلف وبشكل طبيعي ضم نواخذ آخرون هذا البحار لما عرض نفسه عليهم وما هي الا ايام وتوجهت السفن كالعاده الى شط العرب لتحميل التمور تمهيدا لنقلها كالعاده الى سواحل الهند الغربيه وسرعان ما وصلتنا اخبار ذلك البحار ومشالك ومشاكله اليوميه وكانت المفاجاه لي بان ذلك البحار كان شاربا للخمر مع الاسف وكان يترك السفينه في كل ليله بعد انتهاء تحميل التمور ويذهب إلى العشار ليعاقر الخمر هناك ولتحدث المشاكل بعد ذلك كل ليلة فسبحان الله على هذه الفراسة العجيبة التي ألهمها الله سبحانه وتعالى المرحوم النوخذ الكبير عبد الوهاب العثمان والتي مكنته من معرفة الناس وكشف أسرارهم دون أن تكون له سابقة معرفة بهم والحق يقال أن هذا كان حال الكثير من ابائنا من ابناء الكويت من ابناء الكويت ايضا في ذلك الوقت حيث كانوا يتميزون بالفراسه العجيبه التي تندهش لها الاسماع وتعجب من قصصهم الاذهان وهذا من التوفيق الالهي لهم واحد اهم السمات التي منحها الله سبحانه وتعالى للتجار والنواخذ الكويتيين في ذلك العصر الذهبي لركوب البحر والتعامل مع اصناف كثيره من الناس، فكانت تلك الفراسه احد اهم سماتهم ومقوماتهم للاستمرار في النجاح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته وان يعيننا على الاقتداء بهم كما هو الهدف من برنامجنا قدوات من بلدي. نقف هنا اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. لنلتقي في حلقه اخرى ان شاء الله مع قدوات اخرى من بلدي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته